شيخ بي كنيسة قف مسلم أهو ما كيجيب سنكرة شيخ خدان صلاة كتجوز أون صوم صوم ما يقعد صحيح أما عاد كي هو هجاه أما كل علماء كلا هجاه أما سكر هكو قاعد يسوق بحبرته وحرام شيخ سيد دوانا بهاي يوسف قلان أما دا هاي يوسف قلان أما سيابا كلا هاي يوسف قلان أدو حول حرام هدان أما كوس خورتا أما كو أفروبير عبادة ما يقعد صحيح علي يعني صوم ما يقعد صحيح يابان ملاين إنه كوب iyaguna lacagtaad yuurada ah kasi iibiya ama dollarka oo kale kasi iibiya kanisada marka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan mubarak dhamaantiin baa daawadayaal meel kasto naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka su'aalaha ramadaanta oo aad kala socotaan hanuun islaamiga sidoo kale beejka ayaan la abdirahmaan haashi barnaamijka waxa martay ugu ah isla markaasina aan su'aalahan hor dhigi doonaa si uu uga jawaabo oo uga jawaab celiyo sheekh abd al-aziz abu hamza مرك ورا وحن تعلان لها مرك ورينا سود وشعب دعسيس شعب دعسيس سود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وقبل كل شيء ما هضرنا إلهي بإسكال سبحانه وتعالى ثم إذن كنا آد بعد ما سنتهين انت هكدي وانا دو هي جزاكم الله خيرا سائلك حاجه واخا ولا هي بي شيخ خدان صلاه ده كتغو اون صوم صوم ما كان صحيا علي يعني مالك صلاه ده واسك داي لكن وان صومي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تاس واحد يكون حرنت من مسلم بام سوا قال المساله دي هو رانك جوابي يكون حرنت هدو قال ويا نغانو كمان صحيو كمان صحيو ويدنن قال اعمال عبادات كمان صحان صح وينو مسلم بها شرطية وقف عباداتك وحال الله شرطية إنو مسلم بها شرطية سيد الغادح صوابك أه مركز حوي أن الله المستعان كما أنصحي صوابته أه حديثك معاذ من جبل وحينك قادنا إن ترتيب تن إلا إلى عليو ترتيب تو وحوقو تغيسوما شهاتين أركان الإسلام صلاة دا كحيكتا زكاة دا كحيكتا صون كا كحيكا حتي ترتيب تو وإن إلى عليو ترتيب تا هدان إلى عليو وحي ما أنصحي مثلا النبي يقول عليه السلام إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحقور خياض ويرنا هالنقضة إن التوحيد كان يقرأ شرط النبي يقول فإنهم أطاعوا لذلك هذا لنتك أي إعلان فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة هذا الأول شرط يوسيس عضايو فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إذا صانكي وحنو جدا سكري قرمي تبيت وبعد الصلاة دي صلاة دي يا لويان دي صلاة دي ولكن دي بان با دي وحي ماشي ما يمريو من خلال صلاة دي وإنو صانكو أنصحيا صانكي نوالا ميدة صلاة دي إنو تكذو تاسوا ميدة نصوص تنقلية ظاهر قيت المامي ستارق صلاة كنو مسلم حينا وعلى قادنا إيا سيدا دلت من خلال سحويا نن أن صلاة أن تكنين صانكي سقاجية أون بكفة إذية وكما أنصحي والله أعلم واي هاي أدب ما صنده شيخ سائلك حاجة حوله هاي شيخ بهذا حوالا حارانا كأفراء ما أنكو صحورته حوالها سيو سيد دوانا بهاي يوسف قلان أما دا هاي يوسف قلان أما سيابا كلا هاي يوسف قلان أدو حوالا حاران هذا أنا أنكو صحورته أما أنكو أفراء بير عبادة ما يجان صحي سا علي يعني صانك ما يجان صحي يابان ملاين إنه كواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ها وكأن صحيا صوابت الصحور الشرو شروط الصونك كمد ما شروط الصحة كمد ماها شروط الوجوب من هذا الكيد بدأ شروط الصونك كمد ماها أصلا ما راح دي شروط الصونك وحوي يعني كمد هاي نهي جا حرام تلا يسكر خي بحولها ذاتك ذات هذا الصونك أمان نقنية شروط الصونك أمان نقنية شيء كم بحسن بون نقنية نهي ومرك حدو شروط الشيء قون نقضة أما ذات هذا الشيء قون نقضة أي فساد كينا أنه يقتضي الفساد مرخص فساد كينا هدي لكن شيء كم بحصله خارج أو نقول أيه وحوي يا محونا صلاة محن راها فساد ما كان صنيع سادلت الجهاد وجهاد أصوليين تعب منفكة الجهة لازمة ما سادلت وحوي يا مسائش وحلا ميت هاي هدي مثلا ده مال أتصور عضو كلا كتو كتو مال قولي عضو كلا صلاة كتو كتو ما أنصحي ساتاسو كلا ميت هاي مرخص صانق وكأنصحي يا ومركز حوي ينقفك أو كأن صحيا دم بيجي سبارك طبقة كلنا والله مده والله مده هذا
در او سو حضي اما در او سو دعاي اما كتو كدو ايضان ملمد مبا واسدا واي سايلك حقان فوقود بينا سايلك حقا حولي هاي شخص بيكيني صدقوف مسلم اهو مكي بسنكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم مايا كم يبسنكرا واي كان يصدى إن وحلقا يبسدو لبصي يا بطب حرام بوطاه بدو حويان مالكا وحلقو مالقل ليوا كان يصدى أذيقو مركا وحلقو كالميسي على عبادتهم الباطلة عبادتو دي باطل كاهيد أيادو كالميسي مركا إذا وحاد سميسي التعاون على الإثم والعدوان حد قدو بات سميسي تسوى القضب ومد اللبات أي حرام كن نقونا يسئه وحويان الله المستعان كان يصدو ومرخى سحويا محاربة إلهي سبحانه وتعالى إيو إنت إلهي يدخل ما يسمى يقول إجلتا مرخى إياقنا مرخى قال كحربي أنا سيدي سبا إن مرخى سحويا وح مرخى دي صواب لو قلنا قضاء المسلمين تأوكا الميسان كرو وإنت بدن حولها كان يسد اللي قيد المسلمين تأ بابين توضي قيب كان قضاء مرخى إياقنا وقيب كرو ودي مبنانو حرام بين قونا يسان marka kaniisad waxba lagama iibsan karo oo lacagta ma siin kartid waxna kaba iibin kartid oo iyaga lacag ma qaadan kartid wallahi wacna ali yani iyadoo haddii wax ku keentana wax kaba iibin kartid aslan baa kaniisada adiguna wax kaba iibsan kartid ha kaniisad totally waxna kaba iibsan kartid waxna kaba iibin kartid aan sheekh halkaas si gal horta arintaas aad baa u badan tahay waana jecelan lahayn aan umada aan aad ugu sii faafayno dhamaan dunida aan ku noolahay wadamadan aan ku noolahay muslimiintu ay joogan way ka jirtaa qaaliban dad badan baa waliba su'aashan aad isoo wadiyay waa hal saail hada kana soo qaadanay laakiin dad badan baa soo wadiyay marka waxa jirta dadku inay dhahan meelaha qaar ama talyaana jooga ama jarmal ha jooga adu wadamadaas ha joogo inay dhahan kinisadu alaabta ay hayso tusaale ahaan dharka ay hayso uu ka jaban yahay dharka magaalada caadiga ah yaala marka waan ka iibsanaa dhalinyar badan baa aniga su'aashas soo wadiisay sax marka waan ka iibsanaa sax sidoo kale anagu alaabta aanu keenno ama dahab aan keenno ama fidla aan keenno ama maxay ahayday lacagtan kale caadiga ah aan keenno dollarka yuurada iyo wixii lamidka ayaguna way naga iibsadaan alyaani sariflayaal baa jira sax iyaguna lacagtaad yuurada ah ka sii iibiya ama dollarka oo kale ka sii iibiya kinisada marka hantidii kaasoo gashay ama dharkii kaasoo galay muxuu noqon karaa xaraam buu noqonayaa sababtoo ah jari hoos u dhacan ay ku sameynayaan qiimo dhimis ay ku sameynayaan waa istaraatiijiyad kasbasho weeyaan marka kaniisadu maxay ka shaqeynaysaa iyadu asla kaniisadu waxay ka shaqeynaysaa waxa weeyaan sidii loo horumarin lahaa cibaadadan ilaahay gheyrkii la caabudayo sidii loo horumarin lahaa taa kaniisadu ma aha wax shaqsi لكن waa maxay waa bank gaala weeyaan yaacne waxa weeyaan kayd kayd ay gaaladu leedahay buu noqonaya waa baytul maal ha gaaladu ay leedahay baytul maal gaaladu ay leedahay weeyaan saadartay baytul maal koodi adu sinaba xoolahaaga inay ku galaan waa xaraam weeyaan marka dhalna lagaba iibsan karo qofkii ka hor jaahilka ahaa deewo dambi male laakin aslan qof kasto ogaada ama codkay uu hagaaro ama ku culimo kale hagaaro ama si kale ku ogaado isagu waxa bartay waa xaraam sheekh